Jan, vandaag is hij is mooi? Ja, heel zwin. Zwina. Zwina. Heel zwin. Je hebt Jan, subhanallah. Ja, Jan. Jan, mijn vriend. السلام عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم اموركم هانيه كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال واليوم جيناكم بواحد الفيديو مغاير الخواتات كيف ما كتشوفوا راه لابسات ومقادات قولي السلام اختي السلام عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس واليوم راه جيناكم مغيرين يعني جينا شويه مقادين الحاله وشكرا لكم وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينه وتالي اللي كتبوا تعاليق خايبه مرحبا بهم ودابا يتعودوا علينا ويحباب الجامع لا اللي يكتب الزين ولا اللي يكتب الخير الخيب والحمد لله ايوا زعما غادي شتك لابسه ومقاده واه شويه شوفوا ها شوفوا ها انتم ها لبسنا شويه قادين الحاله شويه راه كاد كتلبس وكل شيء وكانت مقاده الحاله وديما مهليه من الحاله وراه مع الظروف ومع الخدمه ومع الشغال اللبس اخوتي كنت نلبس وكان هذا هو لبسي بحال هكا وكنت مطله في راسي وكنت ديما شعري مقاد وديما مصاوبه وديما شويه الماكياج وديما كل شيء غير مع الظروف وشويه كتمرت يعني هذه 5 سنين ولا هذه شي 4 سنين ما بقيتش تلبس وما بقيتش هملت حالتي لحقاش مع الاولاد لحقاش لا اولا كتمرت بزاف والله الله يشافي الجميع الحمد لله اللي نط منها بعدا مزيانه ومع ثاني الحمل تالت حملي ولدت ولدي وولدي صغير عاوتاني سميتو الظروف ديال بنتي الخدمه انتم عارف الحياه ديالي هذه يعني شويه هملت حالتي ودابا الحمد لله كيقول لك في التعاليق تهلاي في راسك كوني زوينه قدام راجلك ما خاصك تكوني ديما زوينه قدامه الله يعمر هذا هو خوتي راجلي تيعرفني انا راجلي تيعرفني وتعرفني كيفاش كنت وتعرفني دابا كيفاش وليت لحق متعود عليا وعارفني كيفاش كنت والحمد لله راجلي راه مسكين متعود عليها وعارف وعارف الجوهر ديالها وعارف القلب ديالها ونهار اختارها اختار الزين شويه على قد الحال والحمد لله وراه راجلي ماشي من النوع اللي لبس عاده على البال زوينه في عينه يعني هو عارفني وانا عارفاه والحمد لله وشكرا لكم تاع على النصائح ديالكم راه نيت خصنا نتهلاو في روسنا ومع بنتي راكم عارفينها باقا ما جاتش وكل حاجه تجي بوقتها وجميل اختي تاهي مسكينه راه هاد راسها تاهي هي حتى انا لبستها هي تاهي لابسه هيك تاهي هي هذاك الشيء على قد الحال داك الشيء على قد الحال هنا وكاينين شي وحدين الله يهديهم كيديروا شي تعاليق وحتى عليك شويه ماشي غير خليهم راه عربيات ما كيعرفوش راه يلا كيتعلموا لا اختي حنا راه حنا متعلمين على الاقل حنا لا كنا عربيات ما كنجرحوش بلساننا وانتيا المديليه بارك عليك غير داك التعليق اللي عطيتو كيبين شكون كنتي وقلبك كيفاش داير واخا نكون عربيه معلماني ام الصواب والاداب وما تنجرحش الناس كوم هي هاد الدراري راه ما خلانيش ندوي خلي نقول له قالوا عروبيات اختي انا عروبيه انا اختي عروبيه وبنت العروبيه وتنفتخر بالعروبيه وتنموت على العروبيه والحمد لله وانت اللي علقتي داك التعليق ما نبقاش نقول لك راه نبقى في ما نلبس نبين لك ولا نبين لك انا لبست ولي هادي الحمد لله بعدا مرتاحين كيف ما حنا مرتاحين في حالتنا ورجالتنا وعائلاتنا مرتاحين معانا هذا هو الاهم يعني ماشي حتى كنتزوق على راجلي كيبغيني هو باغيني في قلبه وانا عنده غزاله ونواره شكرا لكم خوتي وبزاف ديال البنات كيكتبوا كومونتيرات زوينين شكرا لكم الله عليكم الله يحفظكم الله ينوركم غير بعد الناس الله يهديهم عربيه كنفتخر بها عروبية ماشي معيورة عروبية ماشي عروبية راني تربيت فيها وكبرت فيها وجدودي فيها وتواصلي فيها وما نعيروش المدينيات راني ديما تنقولها لهم تحية للمدينة وتحية للعروبية
ولكن انت هي المدينيه اللي كتقولي علينا حنا عربيه وانت هي المدينيه ما عرفتيش تهضري وجرحتي الناس وهكاك الاخلاق ماشي هي هاك. انا لك عربيه ما كنجرحش الناس وبنادم ما كنخص اللي داز من حدايا عمر شي واحد ما تنخليها في قلبه ويقول هذيك راه خلاتها في قلبي الحمد لله والشكر لله. وبنادم راه ماشي كيزوق او تيقاد عادتي عادتي مزيان وعادتي بان راه الزين اختي اللي زين زين القلب زين من قلبه وداك الزين اللي زين سلاله من العمه الخاله زين زين سلاله اللي من العمه من الخاله وها الزين ولد الزين ها هو واه هو الزين ولد الزين سو ياسين الله يخلي لكم اخوتي الله يخلي لكم وليداتكم ويخليكم معز عليكم الله يخلي لكم وليداتكم والله يخلي لكم معز عليكم وشكرا لكم وهاد الناس اللي كتبوا التعليق اللي ماشي مزيان حق العروبيه العروبيه ما العروبيه ومرحبا بكم مرحبا بكم انا اختي راه ما تتقلقش من كلمه العروبيه راه ما تتقلقش منها نهائيا واش تتقلقني بالعكس يجيني افتخار لما يقول لي شي واحد انا نقول عروبيه اختي انا عروبيه والحمد لله والعروبيه المدينيين تحيه للمدينه وتحيه للعروبيات شوفي تبارك الله المدينيات الحرات هاد البلجيكيات تحياتي لبنات البلاد المغربيه تحيه كبيره وكبيره وغاليه وتحياتي للرجال المغاربه العرب الحرار وتحيه للمسلمين في مكان وتحيه للدول العربيه والدول المسلمه في مكان ما كنقصوا من شي حاجه وانا بالنسبه انا التحيه من العالم العالم ومن طنجه للقويره وكيف ما بغيتي تكون انا ماشي ضدك انا نقدر نكون مختلفه معك ولكن نحترمك في رايك وشكرا لك ها هي ما تقيسنيش وما تعايرنيش ومرحبا بكم مرحبا بكم وهذا قولي لنا شنو هذا نزا هزي سوفيا ها انتم اخوتي العروبيه انتم اللي تقولوا اخواتاتي شي نسبق لي راه ماشي كلشي كاينين البنات الزوينات حتى لهادو اللي كتبوا خي راهم عايزيانو معانا وعايولفونا وعاد تعرفوا الجوهر 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 اللي عندنا لداخل عاد تعرفوه وما بقات عتهمكم لا لي عروبي ولا لي مدينه وتحيه للعالم كله والدنيا كامل ماشي بحال بحال انتم اخوتي اليوم مفاجاه عندي هذه يعني كادو عطاو لي الناس انا مشيت بحال الخدمه داخل الخدمه يعني بحالي بحال الناس جابت لي الناس اللي تخدم عندهم بلجيكيين جابوا لي هاد البريف هذا البريه هما يقولوا البريف انا راه دارت لي جابوا لي هاد البريه وقالت لي هذه راه ديالك علاش هاد العروبيه اللي كدوي عليها اقسم برب العظيم يا ملي عطاتها ليا لجاتني البكيه في فكرتني في باطرة اليونانية كي يقدروا والله اللي فكرتني في باطرة اليونانية اللي كانت تقول لي بنتي وكانت تهز لي يدي قدام الفاميليا ديالها وتتقول لي التحية لبنات المروكات البنت المروكية اللي جاتني من المروك لحقاش كانت في اليونان داك الوقت اللي طلعت انا كانوا البنات تما قليل ما دابا راه كثرت ولكن المغربيه راه ما نعاوشك راه تيموت عليها العالم تيموت عليها بهداكتها وبنقاوها وبنقويها ترابيها تجابت لي هذه والله الا جاتني البكيه لا حقاش هاد العروبيه اللي تدوي لها عروبيه انا ما نشكرش لكم راسي يعني نطول عليكم الفيديو دخلينا الموضوع يلا وهانتوما البلجيكيه مسكينه تجابت لي هذاك هذو ملي فتحته لقيت فيه قلت الله تنشاركها مع المحبين ديالي لقيت فيه 50 اورو تا هي فينا 10000 ريال مغربيه وكاتبه ليا كلام زوين هنا يعني كاتبه لها كلام زوين هنايا كلام زوين ما يبانش ليكم يعني راه اييه كلام زوين كاتبه ليا كلام زوين وكلام محترم وملي قلت لبناتها وهي ملي بغيت نجي قلت لهم شكرا يعني دانكو وقلت لهم شكرا قالت لي يا تنتي شكرا لحقاش بناتها وهي وراجلها كلهم قالوا لي تنتي شكرا ولحقاش قالت لي انت بنت طيبه وانت قالت لي ما فيكيش تتخدمي من نيتك دخلي الخاطر وما تدخلي الخاطر وانا خدي بلا ما نشكر عليكم راسي انا الناس اللي خدمت عندهم والناس اللي تلاقيت معاهم تندخل خاطرهم وهادش القبول عطيه لينا الله لا انا ولا اختي ولا جيت تشوفوا راه فاميلتي كامله هكا نحترموا الناس ونقدروا الناس ونحشموا من الناس ونحشموا من الناس ونقدروا الناس وشكرا ليهم ما ندخلوش بوجه فزعي
ديما ندخل بوجه ضاحك ووجه مبتسم وتقول لي كلمه زوينه للناس. هذا الشيء شكرا لهاد السيده البلجيكيه اللي عطاتني هاد شكرا للراجل عطاك 100 يورو هذيك هذيك المره اللي خدامه على 50 يورو شبعتي عاك هذا هو. ايوا شكرا اختي الله يرحمني الوالدين الله يكثر من الكادوات. انا ما عطاني حد. ايوا انت هي باقا ما خرجتيش باقا ساد عليهم وانا نعطيك انا راني عارضه عليك. ايوا باقا ما دخلتش لي الموضوع. انا اختي عارضه اليوم غادي نتعشاو برا. هما علاش لابسين ومقادين ومأدكين دابا راه 7:30 هذه 8 عندها وراجلها عارضين عليا وغادي نمشيو نتعشاو. غنمشيو نتعشاو برا وهانتوما معنا خوتي. هانتوما معنا وشكرا لكم ومرحبا بالجميع والله يحفظكم. هي اللي عارضه عليا مسكينه زيدي وحده اخرى كتعرض عليا ملي كتخرج كتشري ليا حوايج ملي كتخرج لها ايوا هي كتدير هي مسكينه ثاني راه ضاربه معايا تماره ومربيه معايا بنتي يعني راه واخا نخلص ليها يعني واخا نرد لها لي رديت ما نرد ليها حتى قد دايره الام الثانيه لبنتي يعني قد ما رديت ليها راه ما عرضتش لها داكشي اللي دارت معايا وشي كثير مازال ندير لكم على هادشي حلقه ان شاء الله لحقاش راه الهضره كثيره. هاتوا معنا خوتي وخيرها سابق ومسكينه هي دابا باقا ما خداماش وباقا ما هادي واخا راجلها تبارك الله داكشي ولكن تا خوتها تبين الكادو زين الكادو زين واخا يكون عندك واخا يكون عندك وانا عزيزه عليك الكادو عنده قيمه زوينه وانا عزيزه عليا اختي فيما نمشي نديها معايا عزيزه عليا تمشي معايا يعني ما نمشيش والله العظيم بنات بزاف كيقولوا لنا سعداتكم بخواتاتكم كاين معاكم في الغربه والله اخوتي ملي كتقولوا هذه الكلمه اللي كنحس بيكم صح كنقول فراسي انا وحد الوقت نزهه دابا تقولها لكم ان شاء الله كانت جات هنا بلجيكا وما صدقتش الله وكانت باغا تمشي لفيرلندا باش تكمل تاخذ دير الاوراق تما وشحال انا باقا ديك الساعه ما جيت باقا في المغرب كنقول ويلي ولا بغيت نمشي تما نلقاها تونسني وتكون معايا وهي غادي تزيد لي ولا غادي في فيرلندا. يلا اخوتي ما نطولوش عليكم الفيديو وهانتوما معنا احنا ديما انا وزه ديما مع بعضياتنا اصلا دابا نديرو هاد نديرو فيديو خاص بيني وبينك لحقاش انا عندي انا واختي جميله عندنا قصص من الصغر انا وجميله كادرين جوج بحال التوام يعني كيقولوا في التعاريف كيقولوا واش نتوما ساكنين في دار واحده بعد نقول لكم شاكين يلا اخوتي خليكم معايا هلا شكويان؟ يا الله شكويتي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نوار نوار ريكتور. نوار فروا. ريستوران فريت. اه شكرا. ثانك يو فور 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 ريستوران. اي بنت دار حكيتي. يا فويت حنايا عندنا مريزير فين مع الثمانية. واليوم راه دابا راه الثمانية قال شي حاجة يا. بصحتكم على لا شوفوا دابا الاضواء ديال راس العام شوفوا الدنيا كيفاش زايرين ليها يا مزوقين الشوارع وحتى حنا راه حنا مزوقين شوفوا وشوفوا النزهه راه مزوقه النزهه يز يان فان داخ نزهه از موي يا ايوا زوينه زوينه هير هال هير هال وات هير هال هير هال وزيكت وزيكت عربي يا زيك زوينه زيك زوينه زوينه يا زوينه التيت زوينه اه اوكي يعني اوب زوين زي ما يحبك اجي تت زوين يا الله كي بومر كويتت در الرجوع قال باش نفر هانتوما خوتي جينا لهاد الريسترو ديال الشينوا زوينه كتخلص تخلص الدخول وان شاء الله غادي نكتشفوها معاكم فيها المغاربه بزاف فيها ماكله حلال الحمد لله نزارة باقا مشغوله مع حوايج يا كان فين يان فين مشى نمشي نشوف هي شنو كاين والله انا ما عارفه السيستم ديالهم كيفاش داير هنا انا عارفه فايت لك جيتي بحال هاد الريستورات فايت ملي نمشي نمشيو لديك الكبيره اللي كاينه في مارسيتي لا ني ني انتم خوتي بدا يلعب ديما ديما الضي ديما الضي عاد خارج وقال باه في الطياره شرا لي طياره راه شفتو لصق لي على واحد اللعبه تما زدت راه غادي توضر لينا هنا غنقلبوا عليك كذا
نشوفو دايرو ما نعرفش شحال تاخذ هادشي خضر ويطيبو لك تاخذ هادشي خضر ويطيبو لك بالدعم اللحام الحوت اشنو خديتي انت الحوت يا حوت بطاطا سكامبيس سوفيا هذه هرشي كاس هذا هذاك الحوت قيمرون هذا الحم ما ناخذوش منه ناخذو غير من الحوت ناخذو الحوت هذا قيمرون هذا الحوت هذا الحم هذا الحم دجاج ما ناكلوش من هذاك الشيء ويلي سفيان دابا غادي ندير شلايضه شلايضه كاين الزيتون مطيشه كاين الكاس يعني الفرماج شويه شلايضه نزهر عمرت التفصيل ديالها وانا راني تابعاها حتى من بعد قالت لي نسى عمري قلت لها من بعد والخير موجود دابا هاد الريستوران كاين الناس اللي غادي يعرفوا كيفاش السيستيم ديالها كتخلص وكتدخل وكتاخذ داكشي اللي بغيتي كتاكلو كل واحد على حسب اشنو بغى ياكل يعني بوفي مفتوح بوفي مفتوح كل واحد اشنو بغى ياكل انا صافي ديت هاد شويه من بعد خدات الحوت خدات قيمرون شويه المطيشه من بعد هذا نجيو ناخذ السكامبيس وهنايا كاين البيض كيف ما تشوفوا داكشي منوع تبارك الله الشلايط حتى هما دايرينهم هنا انا نمشي نشوف نفا شنو بغات تاني بارك عليك بارك عليك بارك عليك انا خديت هذا وانتيا انا ناخذ سفيان خذي سفيان يا نخدا اش تاخذ ها ناخذ جميله راه خايفه من دايره الماس يا الله لا ماشي مشكل هذه ناخذ الفريك خذي شويه الفريت ولا شويه الرز ولا اللي عجبك راكي شيكة راني شيك تاخدي شويه شلاضه خدي تا واحد المويطيشه تمام مديوره بالكاس تا زوينه خدي واحد الجوج ما تكثريش راه فيها الزيت بارك ناي بارك يا كسي يان ياي ويلت فريتشا ماشي بيت يك سبيت ميت ياو دار فور ياي ويلت يان سماك لك دانك ويل سماك لك شكات سماك لك ايوا خوتي كيف ما تشوفوا شي لا شنو داكشي اللي كنتم الله كيف ما تعرفوا راه بيوتي مفتوح تبارك الله الخير موجود كاين فيه غير المغاربه تبارك الله كلهم منورين مع عائلاتهم وانت حنا جينا ندير واحد الكليسه وجينا خرجنا واحد الخريطه وجات معك القصه في الصراحه ياك راكي تبارك الله عليك قولي عكاوريه وحطوك هنا
ايوا انت اللي شكرتيني، خاص المشاهدين يشكروا. لا ها انت المشاهدين راه يشوفوك، ها هذه جميله اختي على طبيعتها. ها شفتولي تشبهي ليا سبحان الله العظيم. ياك يا يا مي فريند. ايوا درويش الله يعمرها دار عزيز عليك يا يعني. ملي جيتي هنا لقيتيه الله يعمر هذا، ما عمرنا دابا تقريبا شي ربع سنين حنا مع بعضياتنا، عمره ما قال لي شي كلمه، عمره ما خسر ليا حتى انا، عمره ما كنخسر لي، هو راه بحالو بحال خويا، بحالو يعني واحد من العائله، وكنقدرو وكنحترمو، هو تا هو كيحترمنا الله يعمر هذا. وهذه هي الدنيا، هذاك الشيء اللي كاين، واحد يحترم حالته، وهذه هي الدنيا. ايوا دابا خلينا ناكلو خوتي، يلا على ما كتب الله، وبصحتكم خيركم تبارك، يلا بصحتكم بصحتكم اخوتي. ايوا نزاجتك بدلتي الماكله؟ بدلنا خدينا سكامبيس قيمرون، يا القيمرون والبحار ماي عشان اوسترس. بصحتك يا لاله، الله يعطيك الصحه. مصور جميله اختي، خذت هذا الشيء ثاني. حتى انا خديت شويه الصول، شويه القيمرون، شويه هكا. وكاين حتى اللحم حلال، كاين اللحم حلال، كاين واحد الجهاد ديال المسلمين ديال الحلال تصوري عليهم، كيقول لك كولي ما شئتي وبدون ضياع. ايوا بصحتك يا لاله، الله يعطيك الصحه. صحتك وشكرا لكم على هاد العشاء الزوين. بصحتك يا لاله بصحتك. يان 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 كلا وشرب. شبعتي؟ لا باقي عزوين شويه بشويه. يلا خوتي خليكم معنا، عشانا هو هذا وخيركم في داركم. حل العشية زوينة ديال الحوت، كاين حتى اللحم تا هو اللي بقاها. صحتكم وراحتكم خوتي، حنا باقيين معرفتين. يلا وصلنا الربعة الصباح. واش تقلب هذه سير؟ ايوا كلينا المرة الأولى الحوت. اها دابا درنا شوية ديسير. واش غديري فوق منه؟ ثاني باقي الكلاص. يا نخدا الكلاص والقهوه لالك عليا، خدينا قهيوه. هاي هاي زعما رحنا في العرس مبركين. ايوا وما تن والله الا تبانيت هي ويان حمرين بجوج سبحان الله العظيم. عمي ولد عمي. هاي والوليدات جالسين يا لالا. الوليدات ما نقولش لكم، علي بغى يمشي للريستورا يدي معاه هاد الجوج ديالنا. لا لا راهم جالسين الله يعمرها دار. الناس اللي جالسين حداهم راه طلع لهم الدم. وبصحتك يا لاله بصحتك. بصحتك انت هي وخيركم في داركم اخوتي، عا كنبارطاجي معكم اليوميات ديالنا، خيركم في داركم، كل واحد الحمد لله عايش حياته كيف ما بغى. الحمد لله والشكر لله. وحنا خوتي حنا باقيين جالسين هنا. يا نوخ ايتم؟ الو؟ الو؟ نوخ كوفي درينكا. شبعتي يا؟ بيتا سباكيتي. غادي تاكل سباكيتي والدار. بيزون. قال لك هو فرحان وشبعان. ايوا انت يا؟ انا فرحانه والحمد لله والله يرزق الصحه والسلامه. دازت ليله زوينه، دازت ليله زوينه، دازت ليله زوينه، وحنا باقيين جالسين دابا نزيدونا جميله. شوف تبارك الله، انت الناس راه الدنيا عامره تما، كاين البوفي مفتوح كما تشوفوا. الله يجعل شي بركه، كلينا من الحوت، كلينا من الديسير، من الكلاص، الحمد لله والشكر لله. يان بسلامه، زيكت بسلامه اميسه. بسلامه اميسه. لا زيكت بسلامه. سلامه. سلامه عليكم. الله يسرك يا رب. انتي انتي. سلام عليكم. وشكرا لكم. شكرا. يلا اخوتي. عينه صافي، راك عندنا دابا شي ساعتين اوكي؟ وكثر كاع. اكثر من شي ثلاث سوايع. هكاك. الله يجعل البركه، حنا تبارك الله دوزنا ثلاث خوانيت. السلام عليكم. يلا اخوتي خواتاتي شكرا لكم وبالسلامة عليكم، دوزنا معكم هاد المقيد زوين. وما تنسوش خوتي لايك وابوني وكومونتير، كي يعني من نصائحكم تعلموا، وما تنسوش تبارطاجوا الفيديوهات ديالنا مع احبابكم واخوتكم. حنا تنشاركوا معكم داكشي اللي تندوزوه في الحياه في اوقاتنا يا دوزنا تنشاركوا معكم. والسلام عليكم اخوتي. السلام عليكم اخوتي، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.
وشكرا لكم وشكرا بزاف. نخ ايده نخ ايده.